مشاهدينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة أخرى، والآن نمر لبقالة بنات شهر فيفري مارس وماي. بقالتكم يا البنات تقول: يا مولات الشعر المفخور، خدك ديما منور كل وردة، إذا سكنتي القصور نكريلك سلوم، وإذا طرتي مع الطيور نكريك عصفور، والهم من اليوم يزول. بهذا البقالة الزينة مشاهدينا الأعزاء نمر معكم إلى ضيفتنا فوزية. أهلا بك ضيفتنا فوزية، صحة عيدك وشرفتي بلاتو إيسيا. شكرا جزيلا، أولا شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. حبيت نقول صحة عيدكم وعيدكم مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. معكم بصحة فوزية، أستاذة مكونة في مجال الطبخ وناشطة جمعوية. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بك، شرفتينا مرة أخرى. أحكينا على بداياتك في الطبخ فوزية. أكيد بدايتي في الطبخ كبداية كل فتاة جزائرية تبدأ مع الوالدة. هي في الحقيقة الوالدة كانت رافضة فكرة أنه طفلة صغيرة تدخل للمطبخ، كانت ديما متحفظة، يعني تخلي تبغي تدير وحدها، وثم أنا كنت نحب نتلاح كلش، نحب نخلي ما حتى نتروح لدار بجدي تطغي بالدار وانتي تروحي ونروح. كان يعني كان الوالد يشجعني، كنت يعني ندير كوارث في المطبخ. كان يعني بداية كل شيف كانت فكرة بسيطة فقط، وكان الوالد يعني الأهل اللي شجعوني، يعني يقول لي 10/10 حتى ولو كانت ما تكلش هذيك الماكلة. ثم انت يا من نبع العائلة تعود عماك وشجعك. أكيد طبعا. معنا اتصال برك. ألو ألو، السلام عليكم. لباس الحمد لله، أهلا وسهلا بك، صحة عيدكم. شكون معنا قبل؟ معك فريال بجاية. أهلا بك فريال، وأهلا بناس بجاية معنا في الصيف، صحة عيدكم. صحة عيدك جاي، كل عام وانتم بخير. شكرا، صح عيدكم انتم ثاني، تعيدوا وتزيدوا ان شاء الله. اكيد، تفضلي تفضلي قدمي اهداءات. اكيد نوجهوا له تحيه، نوجهوا تحيه لكل اهل بجايه ونقول لهم عيدكم سعيد، وان شاء الله كل ايامنا وايامكم عيد. ونوصلوا معكم مشاهدينا الكرام، نكملوا مع فوزية. فوزية، كملي احكي لنا على بدايتك. طبعا بس بدايتي كانت مع الوالدة يعني، ومن بعد كي كملنا الدراسة الجامعية فاضطريت اني نكون مشروعي الخاص اللي هو دي كيتشن بيزات. كان عبارة عن تجهيز وجبات منزلية في المنزل. اكيد بديت من المنزل، وبعدها بدينا في مطعم دروب الشام للأكل المنزلي. كان عبارة عن يعني شراكة مع أشخاص آخرين، استثمار في مطعم دروب الشام للأكل المنزلي. جميل جدا، يعني كنا نستضيفوا هكذا يعني نساء حرفيات ويحكيوا لنا على مشاريعهم وكيفاش بداوا، فأكيد إنه بزاف بنات رايحين يعني يستفادوا. أكيد نستفادوا من الأفكار، نستفادوا من التجارب. احكي لنا على الصعوبات اللي واجهتيها. هي اول حاجه يعني ما كانش كاينه صعوبات، هي انا اللي كنت حابه اني زعما ما كنتش حابه نبقى فقط في هذا في هذا المطعم فقط. فما حبيت انه بروبوزاو عليا اشخاص اخرين، قالوا لي يعني بما انه يعني ما كنت طيبه يعني علاه ما تبداش تدخلي في الجمعيات وكذا. فبدينا في تاسيس جمعيات وطنيه واخرى دوليه، ومن بينها اللجنه الوطنيه لسفراء المطبخ الجزائري. جميل. اللي بها شاركنا في عده مهرجانات داخل وخارج الوطن، ووصلنا ثقافه الاكل الجزائري عبر كان يعني الدول العربيه ما شاركتي في محافل دوليه، شاركتي طبعا في مسابقات. احكي لنا شوي على تجربتك، يعني من هي البلدان اللي رحتي ليهم وشاركتي؟ بداية كنت أشارك في مسابقات محلية فقط يعني في الجزائر، وكنت يعني نتحصل على المراتب الأولى. فبروبوزوا لي أشخاص يعني كانوا سافروا وشاركوا في مسابقات أخرى، فطلبوا مني يعني أني نبدأ نشارك في المجال الدولي. فشاركنا في مهرجانات
في الخارج، من بينها مهرجان في الأردن ومهرجان آخر في تونس. كان مهرجان العصيدة يعني دايرينه سنويا هذا المهرجان، وكذلك شاركت في الطبعة الأولى للمهرجان لدولة العراق وحصلت على المرتبة الأولى في هذا المهرجان. مشرف جدا. أحكينا على انطباعات هذوك، انطباعات يعني الدول في تونس لهم، يعني نظرتهم على الجزائريين، نظرتهم على عاداتنا، على تقاليدنا، على ثقافتنا المتنوعة. هما في البداية يعني كلهم عندهم مطبخ متنوع، لكن المطبخ تاعنا الجزائري غني بكل التاريخ. فعجبتهم أطباقنا وبالأخص الحلويات تاعنا، يعني حلوياتنا مميزة جدا. لو كانوا شكلا يعني أكيد هما عندهم حلويات بسيطة، ما عندهمش حلويات كما تاعنا احنا متنوعة، تمر وعجينة فقط، يعني ما عندهمش حلويات كما تاعنا بهذا الكم اللي عندنا احنا يعني. فهي دائما يعني اكثر حاجه تلاقي الاهتمام هي الحلويات الجزائريه. حاجه تشرف وحاجه تفرح كي نسمعوا هكذا ونعرفوا باللي بنات بلادنا راهم ناشطات ومشاركين بالبلاد. جميل جدا عزيزتي. احكي لنا على صعوبات على ما اظن. الصعوبات اللي واجهناها هي انه ما كانش دعم من الدوله، من عند الدوله، يعني كل شيء من حسابك الخاص. يعني لو حبيتي تنجحي وحبيتي تستثمري في نفسك لازم تضحي، يعني كاين تضحيات في هذا الموضوع، تضحيات معنويه وتضحيات ماديه اكيد. وكاين ثاني مشكل اخر اللي هو المجتمع تاعنا، مجتمع محافظ ما يخليناش يعني ما يخليش المراه انها تسافر لوحدها ولا دير نشاط معين. كيف قدرتي تعدي هذا الحاجز؟ تعديت هذا الحاجز يعني بالدعم العائلي طبعا، بما انه عائلتي دعمتني والاشخاص اللي قراب مني دعمني فوصلت. دلتي. ربي ان شاء الله ينجحك وتتفوقي اكثر فاكثر. قبل ما نختم معاك عزيزتي نعطي لك كلمه الاخيره في هذا العيد، توجهي تحياتك وتبريكاتك لمناسبه العيد. اكيد نوجه تحياتي للعائله الكريمه ولكل الاشخاص اللي يعرفوني من قريب كانوا ام من بعيد. ثاني حاجة حبيت نقدم نصيحة لكل البنات، يعني أنهم يستثمروا في وقتهم ويستثمروا في طاقاتهم، وهذا الأشخاص اللي راكم تشوف فيهم ناجحين ما كانوش يعني ناجحين في البداية، كانت بدايتهم مجرد فكرة. فحبيت ننصحهم أنهم كانت عندهم أهداف لازم يتمسكوا ما يستسلموش، لأنه مقولة أنه نجاح هو 99% فشل. فالإنسان يفشل باش يلحق. هي مسافة 1000 ميل دائما تبدأ بخطوة. قبل ما نختم معك نوجهوا لك الكلمة باش توجهي تحيات وتبريكات بمناسبة العيد الكبير. ككلمة ختامية حبيت نوجه تحية للعائلة الكريمة، كل الأشخاص اللي يعرفوني من قريب كانوا أم من بعيد، صح عيدكم، كل عام وانتم بألف خير. وحبيت نوجه نصيحة للبنات في الوقت هذا، يعني استثمروا في وقتكم واستثمروا في أفكاركم. الأشخاص اللي راكم تشوفوا فيهم في الوقت الحالي ناجحين كانت بدايتهم مجرد فكرة بسيطة جدا. شكرا لك عزيزتي، وبهذه النصيحة الذهبية نختم حديثنا معك ونروح فاصل إعلاني ونرجع لكم إن شاء الله.